أهلا بكم مشاهدينا في أضواء على الأحداث، والبداية من مستجدات السلالة الجديدة لفيروس كورونا، حيث بدأت في أوروبا وأمريكا تجارب مخبرية بشأنها. وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوك إنهم سيعقدون اجتماعا بشأن السلالة المنتشرة في بريطانيا. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شركتي فايزر وموديرنا تختبران لقاحيهما للوقاية من مرض كوفيد-19 على سلالة فيروس كورونا الجديدة سريعة الانتشار. وقالت شركة موديرنا في بيان لها إنها تتوقع أن يوفر لقاحها حصانة من السلالة الجديدة، وستجري المزيد من الاختبارات في الأسابيع المقبلة لتأكيد ذلك. ومن سكايب من نيويورك تحديدا عبر سكايب عفوا ينضم إلينا الدكتور هشام النشواتي الاستشاري في طب الطوارئ والصحة العامة. دكتور هشام أهلا بك معنا. بداية، هل تكشفت المزيد حول هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا ومدى خطورتها أيضا؟ شكرا استضافتي. هلا معلومات جيدة من بريطانيا حاليا تدل على أنه هناك طفرة جديدة أو سلالة جديدة من تغيير الجينوم لفيروس كوفيد-19، ولقوا هاي observation ملاحظة شاهدوها أنه في حالات عم تزداد كثير من هالسلالة وعم تؤدي انتشار، ربطوا سعة انتشارها بين الناس ببريطانيا وهالسؤال بالذات. هلا هو ما في دليل قوي على هالحكي هذا، بس بما انه في عندنا هلا سرعه زياده، سرعه زياده عن الطبيعي، وجود هالسلاله عم يؤدي انه نعمل ربط بيناتهم. هلا المعلومات العلميه لحد الان جاي من بريطانيا انه بامريكا ما عملنا الا سيكونس، ما عملنا الا تحليل مخبري لحد الان، انه هاي السلاله عم تؤدي لزياده بارتباط الفيروس بجدار الخليه، في هون ولوع، بالعربي بيقولوا هي بالانجليزي افينيتي، هي ولوع الفيروس بارتباطه بالخليه البشريه الانسانيه. وهذا السبب السبب من الموضوع هذا انه في عندنا تغيير الحموض الامينيه تبع الجينوم ار ان اي تبع الفيروس، وخاصة بمكان هو السبايكي بروتين. سبايكي بروتين هو موجود على غلاف الفيروس، هذا هو البروتين الأساسي يلي بيتعلق فيه الفيروس بالخلية البشرية، بجدار الخلية البشرية بيخترقها بعدين. فلو انه في تغيير بالحموض النووية عم يؤدي لأنه ولوع الفيروس بتعلق وتشبثه بجدار الخلية واختراقه. ما في دليل لحد الآن انه الفيروس عم يكون أشد، ما عم يؤدي لامراض شديده او سيفير، ليس اشد ولكنه اسرع انتشارا بحسب بعض المعلومات الوارده. طبعا لما بيكون اسرع عم يؤدي لانتشار مرض اكثر، وهذا يؤدي لانه ينصابوا ناس اكثر، ما بينصابوا ناس اكثر طبعا بيؤدي لوفيات اكثر وفيات اكثر. حديثك ايضا قبل قليل دكتور هشام حول مساله تقريبا بان الخصائص واحدة، هذا يعيدنا مرة أخرى للسؤال حول فاعلية اللقاحات التي طرحت في السوق في الفترة الماضية، وخاصة لقاح فايزر وموديرنا، لأن فايزر تشير إلى أن اللقاح اليوم كان لها حديث بأن لقاحها الذي انتشر في الأسواق أيضا قادر على التعامل والتعاطي مع هذا التحوير الجديد في الفيروس. هذا أنا مع احترامي للشركات طبعا قد يكون هنا أفضل مني بالتعليق على الموضوع هذا، ولكن يبدو لحد الان انه ما في تاثير، ما في تاثير سلبي على فعاليه اللقاح ضد الفيروس، لانه التغيير مو تغيير جيني رئيسي بشده الانهمجيه او الانتانيه للفيروس، ولكن فقط بتعلقه بالجدار وسرعه انتشاره بسهل عمليه انتشار المرض. بدنا اثبات علمي طبعا. هلا شركه موديرنا وفايزر عم يشتغلوا على الموضوع هذا، عم يعملوا اختباراتهم، وعم يتم هلا تحليل دقيق للجينوم خاصه بامريكا. فلحد الان نظريا نعم، انا اقول لك اوافق شركتين موديرنا وفايزر على انه ما في
تأسيس سبع فعاليات اللقاح، ولكن نطالب كأطباء وعلماء نطالب بدليل علمي على ذلك. طبعا الأبحاث عم تتم هلا، وأنا ما عندي أي أدنى شك أنه حتثبت أنه اللقاح فعال ضد السلالة الجديدة من الفيروس. هي كانت فايزر قد صرحت بهذه النقطة حول مسألة اللقاح، وقالت أنها ما زالت ستجري المزيد من التجارب حتى تتأكد في النهاية إذا ما كان فعلا هذا اللقاح الذي صنعته رفقة موديرنا قادر على التعامل والتعاطي مع هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا. لكن ماذا دكتور لو أخفقت هذه اللقاحات؟ ولنأخذ بعين الاعتبار تصريح وزير الصحة البريطاني الذي جعل الناس تضع أيديها على قلوبها عندما قال بأننا فقدنا السيطرة على هذه السلالة. علميا كلمة فقدنا السيطرة انه عم يصير انتشار سريع، يعني اللقاح ما اجى بشكل باكر حتى نقدر نملك احنا السيطرة. لما نلقح ناس كثير، معظم 70% و80% من شعب معين او مجموعة معينة، بيصير عندنا سيطرة. انا بظن هذا هو القصد. ما بظن ان اللقاح ما حيكون فعال، ما عندي ادنى شك ان اللقاح فعال. الآلية الجديدة بصنع اللقاحات هي فايزر وموديرنا، هي آلية جديدة أثبتت بالبحوث العلمية فعاليتها، يعني 95% من النجاح في إثبات المناعة. فالآلية هي جيدة، عندنا أساس يعني قوي على بناء لقاح جديد. الأساس قوي متين، أنا لا أشك، أنا لا يعني ما عندي أي أدنى شك أن اللقاح سينجح. هلا النظرية هذا حكي نظري، إذا لقينا إنه هالسلالة مقاومة للقاح، حيضطروا يعملوا لقاح جديد بناء على يعني mRNA جديد، يعني لقاح جديد بياخذوا السيكونس، يعني بياخذوا التسلل الجيني للسلالة الجديدة بيبنوا عليها لقاح ثاني. طبعا هذا احنا متوقعينه، ما هو تماما آلية صنع اللقاح هي سليمة وأساسية وجيدة وأثبتت يعني فعاليتها، فما في مانع منه من انتج لقاح ثاني بناء على تركيب جينوم جديد. فانا ما بظن انه يعني التعبير فقد السيطره انه مطلق، هو تعبير نسبي حاليا، انه احنا ما لقحنا بسرعه اسرع من انتشار الفيروس. طيب دكتور، هنالك تشابه كبير في موضوع الخصائص كما تفضلت أنت قبل قليل في حديثك، وإشارتك الأخيرة قبل قليل حول عدم وجود أي شك لديك بأن اللقاحات سوف تنجح في النهاية. هل هذه دعوة لأخذ اللقاح من قبل الجميع؟ لأن هنالك من يشككون في اللقاحات ويقولون بأن المسألة هنا مسألة تجارية أكثر منها مسألة طبية، ولا نعرف بعد ما هي الأعراض الجانبية والتأثيرات ما بعد ذلك بالنسبة لهذه اللقاحات. لو فصلت لنا قليلا في هذه النقطة لو سمحت. طيب أنا اللي بدي أحكي يعني صراحة أن لو اللقاح، تجارب اللقاح بموديرنا وفايزر من نفس اللقاح، عم يستخدم نفس الآلية التركيبية أو آلية صنع اللقاحات، لو هالآلية لو هاللقاحين تجربتين علميتين يطلعوا من فايزر وموديرنا كانوا مختلفتين بالنسب، كنا عنا دعوة للشك. لو أنه النسبة كانت مثلا 50% كنا دعونا للشك، ولكن النسبة عم توصل 90%، يعني شو بدنا أكتر من هيك؟ يعني شو حنحتاج أكتر من هيك؟ يعني نسبة، هالنسبة 90% بترضي اي طبيب او عالم بالطب او عالم بالفيروسات، يعني نسبه عاليه ما حدا توقعها. انا شخصيا ما توقعت 90، توقعت 70% 85%، بس 90% يعني نسبه مطلقه قويه، نسبه يعني فعاله، انها تخلينا نقبل باللقاح ونامن ان اللقاح حيكون جيد وفعال. فهذا اول شيء، يعني شو بدنا اكثر من هيك؟ يعني بدنا 100%؟ طبعا ما في شيء بالطب 100%، بس انا هذا يعني هذا الجواب اللي بقوله للاطباء او البعض اللي عم يتردد انه او عم يسال على فعاليه اللقاح. لو 50% كنا شيء اخر، ولكن هون 90% يعني تجربتين تماما. يعني المأخذ الوحيد اللي فيني انا اتعاطف معهم اذا هن حبوا انه احنا سرعنا باعطاء اللقاح، ولكن التسرع هذا له يعني له ضرورياته، هو انتشار وباء. اذا لم نفعل شيء عندنا ملايين حيموت. فعندنا خيارين، اما ان نفعل شيئا ناخذ اللقاح ونقبل بفعاليه هي 95% بناء على بحثين علميين اساسيين واقوياء، او ما نعمل شيء ونستنى حتى يموتوا ملايين ونلقح بس فئه معينه.
عادة احنا بنلقح مثلا بعد ما ينجح اللقاح على مثلا 1000 2000 بنلقح مثلا نص مليون ومرضى ابن، بلك هون ما في وقت هون عندنا حتى نعملها. يعني هي ما نتجاوز هي الفقره هي، لانه عندنا هون الملايين عم يموتوا والفعاليه عاليه جدا تحمسنا انه نتجاوز هالفقره هي. عندنا اسباب انه خلينا نتجاوز هالمرحله هي. دكتور، الآن مسألة هذا التحوير الجديد في فيروس كورونا، أنا صراحة عادة في عند الحديث عن مسألة كورونا على الهواء مباشرة أحاول أن أجد المنافذ من أجل طمأنة الناس أكثر من تخويفهم، لذلك أطرح بعض الأسئلة التي تكون فيها بعض الإجابات من قبل الأطباء واضحة وفيها التخفيف من حدة ما يجري من توتر في هذا العالم. وبالتالي هل نحن عدنا إلى المربع الأول أم لا؟ نحن ما زلنا بعد سنة على فيروس كورونا. حتما لا، حتما لا. اللقاح أنا مرة تانية بقول ودعو، اللقاح مبني على أسس علمية قوية وأثبت فعاليته بتجربتين ونسبة عالية. عندنا هون هلا سلاح جديد لمحاربة كورونا. المشكلة الوحيدة إنه هلا عندنا مشكلتين، أول شيء تسريع عمليات التلقيح، ثاني شيء انه التحدي عنا يعني يطلع عنا طفرات جديده. طلعت طفرات جديده نفس يعني يعني اذيه او نفس الخمجيه الانتانيه او شده الخمجيه الانتانيه للفيروس حاليا ما عندنا مشكله، اذا اخاف كمان ما عندنا مشكله. اذا عندنا طفره ثانيه جديده اقوى عم تموت ناس اكثر يعني شديده، هاي هون حتكون مشكله، بس هاي المشكله نسبيه، بمعنى انه فينا نعمل لقاح ثاني على نفس المبدا، بس ناخذ التسلسل الجيني للفيروس ونعمل عليه لقاح ثاني، حياخذ معه وقت، بس هي ميزه الفكره، فكره اللقاح الجديد موديرنا وفايزر، انه بناخذ الجينات بنعمل عليها لقاح بنجربه وبنطرحه. يعني هي بشكل عام رئيسي، ما بظن انه فقدنا السيطره، ما بظن انه رحنا رجعنا المربع الاول، حتما لا. طيب كيف ترى الأيام المقبلة بهذا الخصوص دكتور؟ طيب طبعا عندنا هون هلا الكريسماس وعيد راس السنة، أنا أدعو الناس يلتزموا ببيوتهم، ما يروح ما يخطبوا مرة ثانية، يكونوا حذرين مشان يقللوا من نسبة طبعا الإصابة والوفيات. إذا ما عملنا هيك حنوصل هلا بأمريكا مثلا 5000 حالة وفاة يوميا، هلا عندنا تقريبا معدل وصل 3200 3000 تقريبا. الشغلة الثانية بقول استعب عملية التلقيح مباشرة، لأنه حتى نوصل للتلقيح معظم الناس 70% ويصير عندنا مناعة عامة بدنا ناخذ معنا حوالي 9 أشهر 10 أشهر تلقيح. فأنا أجدعو المنظمة الصحة العالمية والدول المتحضرة والدول الأخرى كلها وجميع العالم إنه يلقحوا شعبهم مشان يصير عندنا مناعة كاملة. العالم صار قرية صغيرة، وحتى نوصل يعني حتى نقدر نعمل سيطرة على الوباء لازم يكون عندنا تلقيح شامل، وهذا ما بنوصله إلا بعد للصيفية الجاية يعني للصيف 2021، وحتى يكون مجمل عام عندنا ثقة كاملة بأنه الوباء انتهى. حتى مع حوالي 2022 للأسف. معلومات مهمة ما تفضلت بها دكتور هشام النشواتي، شكرا جزيلا لك من نيويورك عبر سكايب، الاستشاري في طب الطوارئ والصحة العامة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا.